سعد الله صباحكم بكل خير. والله صراحة بقول لكم حاجة، أنا كنت ناوي أمس أصور، ليش رحت من جدة للرياض، عزمني أبو نواف هيثم السيف، قال عندنا حفل وألعاب وقدر أديسون ونباك تيجي وتشرفنا يا محمد، بما أنك شخصية مرموقة في المجتمع. انا اطلع الطياره يوم اصور لكم عن كسوف الشمس، انا وقتها كنت في المطار، واطلع الطياره واوصل الرياض وكاني امي ما اخذها في خاطرها مني، وترسل لي في الواتساب وارسلها، والله النفسيه يعني ما زالت للتصوير يعني. وانا احضر الحفل واتعشى واستانس، وحاجز الجدة الساعة 7 الإقلاع. الرحلة راحت علي 100%، يعني أنا أكلمكم الآن الساعة 7:10 والإقلاع كان الساعة 7. شوف هذه الطيارة، شوف المقعد اللي على اليسار، هذا لي أنا. والله نسيت أقص البوردنج اللي قصيته. رحلتي الآن الساعة 8 الإقلاع، رايح جدة، عندي 3 أشياء في جدة وراجع الرياض. ليش راجع الرياض يا محمد؟ راجع الرياض أول شيء، تخيلوا انا ماني مصدق ان ابو ناصر جاب نور، يعني حس ابو ناصر يعني وجهه ملامحه ما صارت حقت ابو، لسه هو نونو، يعني احس في شيء غلط في الموضوع. الله يبارك له يا رب، يعني ينبت نبات حسن ويجعله من حفظة القرآن، بس احس في شيء كذا فيه، ابى اروح بنفسي اشوف، ابى اشوف حقيقي ولا لا، ابى اشوف فيه يشبه عيونه ملونه شعره اشقر، انا ابى اشوف هذا الشيء. نبات اليوم راح تكون خفيفه لطيفه، بغاكم معي تكونوا، عندي اجتماع بعد الظهر مده ساعه ساعتين، راح اقول لكم عمي الاجتماع في وقتها. بعدين ما عندي شيء الى المغرب، المغرب عندي عزاء، عندي رجال صالح اعرف اسمه عم حسن سعدون العصلاني، هذا رجال أنا أشهد أنه من الصف الأول، من أهل الصف الأول، ورجال أعرفه من والله فوق كم، فوق 14 سنة، جار لي، ورجال خير ودين وصالح. أتوفى ابنه أمس مازن، الله يتغمد وواسع رحماته، إي والله العظيم أبى أروح له بعد المغرب، أعزيهم أواسيهم. ما تعرف أنت يوم تروح تعزي أهل الميت، خصوصا إذا كانوا يعرفوك، إيش المواساة اللي تدخلها عليهم، أي والله العظيم. وبعد العشاء عندي اجتماع، وبعدين لازم أرجع الرياض عشان أشوف أبو ناصر، يعني أوفر يعني، ما شاء الله تبارك الله. والله النون صغير أكيد يعني حيكوني، بس يعني الله يحفظه يا رب، لأبو يحفظ أبو لنا يعني، عشان تعرف السناب. خلينا نروح نلحق الطير، لا تطير ذحين مرة ثانية. هذا النداء الأخير، يا ساتر يا رب. ضحية أنا ليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تضمنوا لي سلامتي أرجع؟ طبعاً بإذن الله توصل بالسلامة إن شاء الله. أنا إيش ذنبي يعني؟ إحنا نحقق أحلامهم في ملاهي قاعدين إحنا. تبي تقعد جنب أختك روحي بيتك، ما تجي تحقق أحلامك هنا على حسابي، غلط. والله يا سعيد ان الاقدار عرفتني عليكم، رجال جميل من القاهره ورجال جميل من سوريا، اهلا وسهلا. انا ترى مره مبسوط اني جنبكم، يعني احسن حاجه في الموقف انك انت تسوي نفسك انك يكون يعني انا مراعي لكنك مراعي بشعوري بس انا خاف عليك، لا تتفلت مشكلة ما شاء الله، الله يبارك لك كده، حجلس في السيب انا اللي ما تعملهاش.